السلام عليكم الكبيدات ديالي، مرحبا والف مرحبا وتحيه كبيره لجميع المشاهدين والمشاهدات. كنشكركم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات ديالي. كنشكركم، سمحوا لي انا باقا مريضه الخوت، ولفوا هذا الصوت هذا حتى نبرى ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم، كنشكركم، كنعاود نشكركم على المشاهده ديالكم للفيديو. ما تنساوش ليا لي لايك. كنفكركم الكبيدات حيت القناه عندي سينيالات بزاف 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 بزاف، كنبغيش نصور ونحط في المنتدى، راه يعني لا كذبتوني نصور ونحط في المنتدى الكبيدات، كلشي مضروب بالصفر. كبيدات ديالي مرحبا والف مرحبا وتحيه كبيره لكم. كبيدات ديالي كما كتشوفوا سمعنا كاملين، واحد الحساب راه تحل، واحد الحساب راه تحل. حمزه مون بيبي رجع، حمزه مون بيبي رجع، ماشي حمزه مون بيبي، ما يمشيش المتتبع في غلط. انا بالنسبه ليا انا ماشي حمزه مون بيبي، كنوا واقعيين الخوت. حمزه مون بيبي ناض الدجه عالميه عالميه، جبتوا فيها مشاهير كبار يعني، ودخلت فيها الفرقه الوطنيه، دخلوا فيها يعني سلطات كبار ماشي صغار يعني، باش دابا غادي يعاود يرجع ما يمكنش. كنت تحل امتى؟ تحل تحل وقيته اللي الاخ الزروالي بدا في موضوع اكرام ومشى المشيه ديالو لالمانيا، من تما في المشيه الثانيه وهو تحل هذا الكونت هذا. بغاو يبداو بالزروالي ولكن ما بداوش بواحد الطريقه يعني اللي باش الناس يشكو ولا يلاحظوا، ولا حيت الناس كامله غادي تلاحظ او كيفاش الزروالي اليوم مشى وهو تحل وقال سيطاكي حمزه مون بيبي. ما يمكنش، بغاو يديروا شويه بشويه شويه بشويه، بغاو يطيحوا الزروالي منين يشدوه يعني. هذا الشيء كامل الخير ديالو اللي مشى باش يساعد بنت بلادو، ناضت عليه ضجه ضجه الخوت مور داك المشكل. هاد الكونت هذا تحل، بدا كيرسل هو الزروالي باش يشد عليه تسجيلات، يشد عليه دلائل، يشد باش يبداو يحطوا كيما راهم داروا. ولكن الزروالي عارف، ماشي ما عارفش، عارف بزاف ديال الناس اللي كيقولوا الزروالي خطا فاش هضر معاه، الزروالي خطا فاش جاوبو. الزروالي حنا غادي نقولوا خطا الا كان الزروالي مشى تمادى لذاك الكونت وهو اللي صيفط له هو الاولاني وجبدو، تما نقولوا خطا طاول، ما كانش عليه يمشي ليه، ما كانش عليه يمشي ليه، وما كانش عليه يتواصل مع واحد الكونت مشبوه. ولكن الاخر اللي تواصل مع الزروالي، الزروالي جاوبو، جواب اللي عطاه ليه. واش الخوت سمعتو شي جواب اللي كيقول ليه نوض التقبة ولا نوض الفلان ولا نوض الفلتان؟ ما قال حتى شي حاجه، نكون واقعيين ما قال حتى شي حاجه يعني. اللي قال فسولو الفنان ديالنا الدوزي، قال ليه الدوزي لا لا ولد الناس يعني، الدوزي ضعيف ما عندوش شي حاجه. شنو قال عليه؟ لا راه الدوزي فاعل وداير. لا يعني حنا الزروالي عارفينو باللي ما كيدوش ولاد بلادو، بالعكس حيت هو يعني في هاد لا جينيراسيون تاع هاد الشباب هادو اللي طالعين يعني، اللي كيعطيو لبلادهم. كاين اللي مهاجر برا البلاد وكيخدم وكيجيب لبلادو، كاين اللي كيمشي يدير سهرات تما ويجيب لبلادو ويدخل لبلادو، يعني مفخره لينا بولاد بلادنا. سمحوا لي الخوت على الصوت، سمحوا لي بزاف بزاف. دابا دخلوا ليه حيت الزروالي ملي ناض يهضر على المرحومه، ناض تهاجم، ناضوا قنوات اللي كانوا ناعسين وناضوا تقعدوا. دخل يهضر على على كيقولوا له على اكرام، ناضوا قنوات ثاني كانوا تهما ناعسين وتقعدوا. علاش بالضبط ناضوا هاد القنوات؟ واش ما كتسولوش علاش بالضبط ناضوا هاد القنوات؟ تحركوا هاد القنوات دابا في هاد الوقت هذا يعني، بالضبط في هاد الوقت بالضبط ناضوا هاد القنوات يهضروا. الزروالي هضر في مواضيع كثيره كثيره، في مواضيع
وكان في شجارات كبيره مع قنوات. علاش ما ناضوش هذوك القنوات يهضروا؟ علاش بالضبط عاد دابا هضروا؟ علاش ملي الزروالي بغى حق المرحومه وبغى يعاون بنت بلادو اكرام نادوا القنوات كيهضروا؟ نادوا القنوات كل واحد شنو كيقول؟ كيهاجموه، بغاو يطيحوه، ما خلاو فيه ارهابي، ما خلاو فيه حتى شي كلام، سفاح، ما خلاو ما قالوا، بغاو يهاجموه ما وصلوش. كيفاش غادي نحطموه؟ غادي نحطموه بكونت حمزه مون بيبي، اللي يعني هاد الكونت معروف ومشوه هنا، فين غادي نشدوه؟ فتحوا كونت بسميت حمزه مون بيبي، تحل كونت بسميت حمزه مون بيبي، بدا كيهاجم الزروالي، يعني هاد الكونت هذا بدا تدريجيا كيهضر معاه. الحمد لله كلشي شاف، كلشي عرف باللي الزروالي ما خرجش في موش الهضره اللي غادي نوضوا نحاسبوه عليها. لو كان هضر شي هضره وهضر في ولاد بلادو وشدينا شي حاجه، كنا غادي نكونوا ضد الزروالي، كنا غادي نقولوا الزروالي غلطتي، غلطتي، كيفاش توصلتي دير هذا الخطا اللي يعني اللي ما خليتيناش فين غادي نهضروا، اللي يعني حطمتينا معاك. ولكن ما غلطش، بالعكس جاوب، قال يمكن هذا اللي راه داخل عندي، وكيقول بلي هو حمزه مون بيبي، راني جاوبو على قد الاسئله ديالو ونشوف شنو باغي مني، علاش تواصل معايا، شنو بغى مني هاد الانسان. كيما هذاك شجل وخلى حتى الزروالي، راه كنمشي نجي ونخلي الزروالي، غادي يدير الاحتياطات ديالو كثر منه، حيت غادي يعرف راسو باللي راه كيتحاور مع واحد الكونت اللي صعيب بزاف، ماشي ساهل، ولو هو مزور هذاك الكونت، ماشي الكونت الحقيقي، هذا كونت دارو هما باش يهاجموا الزروالي ويطيحوه، ولكن ما نجحتوش، ما شديتو حتى شي حاجه، ما شديتو. هو قال له طلع معايا في اللايف، الزروالي قال له لا طلع معايا انت، واش نتوما الزروالي كتب لي نطلع معاك انت؟ الزروالي قال له طلع معايا انت، بغى باش يفضحوا واحد المتتبعين ديالو في اللايف، من حقه، من حقه. ولكن باش تنوضوا نتوما دابا كتهضروا هضره يعني اللي ما كايناش، كتقولوا لا وراه الزروالي عنده علاقه مع حمزه مون بيبي، ما كانش حمزه مون بيبي، ما كاينش كونت مزور هذاك، والكونت باين شكون اللي دارو، باين نتوما اللي كتكونوا عصابه، نتوما اللي باغيين تحطموا ولاد بلادكم وبنات بلادكم، نتوما اللي كتضربوا في المراه المغربيه. كيفاش عندكم الوجه اللي كتطلعوا كتقولوا حنا كندافعوا على المراه المغربيه، حنا ما كنبغيوش على المراه المغربيه، وانتوما كتبداو تكردعوا في المراه المغربيه؟ علاش؟ علاش؟ واش هادو ماشي نساء مغربيات؟ هادو اللي في المجموعه هنا يعني كتحسبوهم نتوما اعداء، ماشي عيالات، ماشي نساء مغربيات، كيفاش كتقولوا حنا كندافعوا على المراه المغربيه؟ والله حتى منحطين بالله، والله العالي العظيم، زعما كاين الى ما فهمتكمش انايا اش من نوع. اللي مهم الخوت، وهو الكونت ماشي حمزه مون بيبي، الكونت عنده ماليه، وماليه باينين ومفضوحين، والمتتبع هو بداته راه كيكتب في لي لايف، كيكتبوا المتتبعين هاشكون مول الكونت، هاشكون مول الكونت. وحده مسكينه باغا تطلع قناتها، باغا تطلع القناه ديالها، قالت فين غادي نشد؟ غنشد الزروالي، نشد حنا البانوراما، صافي. تي دابا اللي بغيتي تطلعي القناه ديالك، حنا كاع قنوات صغيره وكاع كنبغيو نطلعوا قناتنا، كاع نبغيو نشوفوا المشاهده عندنا، نشوفوا لي زابوني كيتزادوا، كلنا كنبغيو، ولكن ماشي بهذيك الطريقه، ماشي بهذيك الطريقه. انا هذه اللي هضرت لكم عليها في اللايف اللي قبل، الفيديو اللي قبل على حنان بانوراما خرجت كتضرب فيها، هي هذه اللي كنهضر لكم عليها. عرفتوها شكون؟ زوجة حمزه مون بيبي، الزوجه ديالو، انا سميتها الزوجة حمزه مون بيبي، حيت داكشي اللي كيتحط في داك الكونت تاع حمزه مون بيبي كيتحط عندها، ما كانش فرق، ما كانش فرق. يعني كتقول حنا تحيه كبيره للفنانه العظيمه
قديرة نزهر الكراكي، تحية كبيرة، إنسانة اللي عطات بزاف، عطات في الفن ديالها، اللي بقى تاريخ عليها يعني، وتاريخ نقي وجميل وراقي صراحة تقال. إنسانة مثقفة، وولدت تبارك الله، وليداتها هما مثقفين، الله يحفظ لها وليداتها، والزوج ديالها الفنان القدير. يعني احنا كنعرفوا نزهر الركراكي يعني المشكل اللي عند سعد المجرد، يعني بغاو يدخلوا الزروالي المشكل، كيقولوا باللي الزروالي هو السبب. الى عقلتوا الخوت، راه النهار الاول كانوا خارجين كينبحوا هب 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 هب، كيقولوا راه الزروالي خدا من عند نزهر الركراكي 250 مليون في المشكل ديال ولدها سعد. دابا الخوت ولا كيقولوا الا احنا ما قلناش ليكم نزهر الركراكي اللي عطات حقه حقه، والواد راه خداها من العصابه اللي داروا الفخ لسعد المجرد. دابا عيتو عيتو، ما كتقلبوا باش تحطموا الزروالي، عيتو. كتجي وهمن كيحط لكم دلائل من، كتجي وهمن كيحط لكم دلائل من. عيتو ما تطيروا، عيتو ما تنزلوا، كتاكلوا في جنابكم، كتقولوا شنو غادي نديروا، شنو غادي نديروا باش نطيحوه، خصنا نطيحوه. واش نتوما مسطين؟ واش نتوما مراض؟ ما عندكم ما يدار؟ عندكم موضوع الزروالي؟ الزروالي ملي كيحل شي موضوع، موضوع اللي كينوضوا مواليه يقولوا له نوض هضر علينا، كنطلبوك تهضر علينا، كنطلبوك تعاوننا، ها؟ نوضتو نتوما باغيين تهاجموه بأي طريقة. ملي الزروالي طلع السيدة اللي سولت مباشرة للفنانة القديرة ديالنا نزهر الركراكي وقالت ليها واش مبصح عطيتي للزروالي 250 مليون، قالت لك بقات كتضحك، بقات كتضحك، قالت لها هادشي راه ما كاينش. حنا عارفين نزهر الركراكي راه كتفرج في لي فيديو، كتشوف كتشوف تصاورها محطوطين، ضروري غتقول علاش تصاوري محطوطين، ندخل ونشوف، راه نكونو واقعيين الخوت. ولكن هي شنو دارت؟ هي تجاهلتهم بهاد المفهوم، تجاهلتهم. كان كانت متأكدة بهاد الموضوع عطات التيليفون تعيط للزروالي، شنو هادشي اللي راه نايض، شنو هاد الكلام اللي راني كنسمع، بغيتك توضح لي وتفهمني. ولكن هي ما دارتهاش حيت تجاهلتكم، تجاهلتكم، عرفت باللي حرب، هذه هي حرب تاع القنوات، هي حرب تاع القنوات. ما يمكنش غادي تطيح من المستوى ديالها وغادي تقول بصح هادشي كاين، لا بصح الزروالي هو اللي دار هادشي لولدي. حيت نزهر الركراكي راه دايره محامين كبار لولدها، ما شاء الله دايره محامين كبار اللي عارفين ليها الريوس ديال الخيوطه ديال هاد الملف هذا، عارفين الخيوطه ديال هاد الملف هذا. يعني ما غاديش شي واحد القناه موسخه وغادي تخرج وتقول راه الزروالي شد على سعد المجرد، الزروالي بغى يحطم ولد بلادو، وغادي تيقهم. من المستحيلات باش غادي تيقهم انسانه راقيه وكتمشي داكشي بالقانون وبالمحامون اللي عندها، بالمحامون، وراه معارفين راس الخيط منين جاي وكلشي في الملف ديال ولدها. واش غادي تسناكم نتوما عاد دابا غادي تجيبوا ليها ها شكون؟ راه الزروالي هو السبب. ويلي ويلي، حنا عارفين باللي راه القضيه كانت في يد السلطات الفرنسيه، يعني ما معاهمش هاك ولا هاك، مالهم هما ما قدوش يعرفوا باللي راه الزروالي. اش هاد الخزعبيلات ديالكم؟ اش هاد الفضائح ديالكم؟ زهر الركراكي ما تسناوهاش غادي تطلع وتقول لكم اييه عطيطه. ولكن ملي شفتو السيده طلعت عند الزروالي وحط ليكم الدليل الصوت ديالها وكتهضر في المباشر، تاكدتو وارتاحيتو وقلتو ارا نقولو لا حنا ما قلناش باللي نزهر الركراكي اللي عطات، اللي عطى وهو كيقولوا له العصابه هي اللي عطات للزروالي. والله العالي العظيم الى مراد، عيتو ما تطيروا وتنزلوا باش تحطموا الزروالي، وما بغيت ما لقيتوش منين تشدوه، وما عمركم ما غادي تشدوه حيت ورقه بيضه، ما عمركم ما غادي تشدوه. وخرجت زوجة حمزة مومبيبي، راكو عارفينها
شكون هي هذيك نونو ريا شي حاجه راكو عارفين. كتقول من حق نزهر القراقي تتابعك. لا يرتاح حبيبتي زهر القراقي راه عندها الملف ديال ودها وراه عارفه الريوصه ديال الخيط كي دايرين. بلا ما غادي تسناك تي تقولي نزهر القراقي تتابعو. زهر القراقي كندخل هكذا كنتعشق وكراها اتصلت به ماشي صعيب عليها باش تجيب نمرتو سمعتو. وكتشجعي يا مرت حمزه مون بيبي كتشجعي تقبا وكتقولي له تحيه ليك اللي فضحتيه تحيه ليك اللي فضحتيه باش تعرفوا راسكم نتوما هما العصابه نتوما هما اللي كتفاهموا في الخاص وكتامروا في الخاص وباغيين طيحوا الزروالي باي وجه كان وكتهمونا حنا بالعصابه وبالكلاب. ما كانش الكلاب قدكم وما كانش العصابات قدكم. وكتقولي للزروالي دابا انت ما عندك لا جمعيه لا والو في المغرب. علاش الجمعيه دايرها في فرنسا؟ علاش ما كتعاونش بها الفرنسيين؟ اه علاش كتعاون بها ولاد بلادك؟ وبطبيعه الحال يعاون بها ولاد بلادو. اما الفرنسيين راه بخيرهم ورزقهم غادي شي يتسناو يعاونهم. هو داير الجمعيه باش يعاون ولاد بلادو وبنات بلادو. اه بغيتو بغيتوش يعاون ولاد بلادو؟ واش بغيتو يكون عدو لبلادو ولا شنو؟ طبيعه الحال هو دارها على قبل ولاد بلادو. قالت لك الناس اللي داروا الفخ لسعد المجرد هما عصابه جزائريه عطات الجمعاوي 250 مليون. ما بقيتوش كتقولوا باللي راه زهر الكراكي اللي عطات 250 مليون وليتو كتقولوا عصابه جزائريه عطات الجمعاوي 250 مليون. ها عطونا دليل حطوا لينا دليل. ها حطوا لينا دليل جيبوا لينا جيبوا لنا فيديو الزروالي كي يشد 250 مليون من عند هاد العصابه. ها حيت فضحكم وعرفكم مع انفصاليين زايدين وكيدعموكم انتو كتهضروا. وكتقولي له تفضحتي وتحيه للثقبة تحيه للثقبة اللي فضحك تفضحتي انت مع حمزه مومبيبي. ها علاش كتحيي ثقبة؟ كتقولي له تحيه للثقبه تحيه للثقبه اللي فضحك انت مع الحساب تاع حمزه مومبيبي. يعني شنو يعني شنو شنو يعني كتحييه حيت هو اللي فتح الكونت؟ شي علاش كتحييه حيت هو اللي فتح الكونت باغي نديرو شوشاره؟ ها باغي نترونو تاني البلاد. نتوما هما المفسدين تاع البلاد نتوما قرانكم اللي كيبغيو لهاد البلاد الافلاس ويبغيو لها الضياع ويبغيو ليها. الله ينجينا منكم يا الحتاله الله ينجينا منكم. يعني الخوت هادو راهم باينين وباينين على من كيهضروا وباينين شكون مدعمهم وباينين باللي عصابه اجراميه كيتفاهموا حيت نتوما اللي نعتونا بالعصابه. داكشي علاش انا كنجاوبكم نعتونا حنا بعصابه وحنا كلاب اللي كندافعوا. ها حنا حتى حنا من حقنا نجاوبوكم كيما نعتونا بالعصابه. حنا اللي نقول لكم نتوما اللي عصابه اجراميه اللي كتنوضوا الفتنه في البلاد وكتنوضوا الفتنه في اليوتيوب. ها كتنوضوا واحد الفتنه كبيره كتعرفوا متتبعين كثار اللي كيتفرجوا فينا في اليوتيوب كيتفرجوا في قنوات. راه ماشي كاينه قناه وحده ولا جوج راه كاينين قنوات قناه صغيوره 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 كاع راه تلقاي 400 واحد دخل تفرج في شي فيديو فيها. ها كيفاش كتعطيو واحد النقطه خايبه على ولاد بلادكم؟ قلتي حطينا لكم الدليل باللي الزروالي كيحرض الناس. اش من دليل؟ اش من دليل؟ ومازال كتقولي كنساينو جواب تاع الزروالي على الكلام اللي كيتاجر في السكر كلاصي. اه علاش نتوما جاوبتم للزروالي عطاكم اسئله؟ علاش هذاك سيدكم كبيركم تاع الثقبه اه ملي الزروالي عطاه اسئله جاوب عليها؟ جاوبونا بعدا نتوما. يجاوب سيدكم كبيركم تاع الثقبه المخروق عاد يجي يجاوبكم الزروالي وعاد نخرجوا حنا نجاوبوكم سمعتي. اما هذيك الهضره نتاع السكر كلاصي وهاد الهضره نتاع الارهاب حنا ما كنبقاوش نتكلموا فيها. ولا عندكم شي دليل على الزروالي باللي خدام السكر كلاصي؟ اختي كاين الشرطه
كان الشرطة يا اختي، يا اختي هذيك مرت حمزة مون بيبي اللي كتكسي علينا. سمحوا لي الخوت، راكو عارفين انا صرا جميل الشارع، اللي كتكسي علينا يا اختي، يا اختي انايا انا ما عنديش الاصل، انا نابته، انا خارجه من الربيع، خارجه من الارض. ها وراكي نيت اختي، ما عندكش العائله، ونيت اختي راكي غير حشره في الارض طالعه او طبيعه الحال. ها ودابا حنا كان حنا اللي كان عطيناكم اسئله وكنتسناوكم تجاوبوا، نهار اللي غادي تجاوبونا نتوما عاد حنا نجاوبوكم، سمعتي؟ عاد حنا نجاوبوكم، حيت هادي اسئله ما يمكنش لينا حنا نجاوبو، باش تقولوا غدا في السكر كلاصي حنا ما شفناش، جيبوا لينا دليل، جيبوا لنا خوتي كيمد البالاز وكيشد فلوس صحيحه، وجيبوا لينا داكشي نشوفوه، ولا عندكم الدليل؟ ديو الفرقه الوطنيه، ديو الفرقه الوطنيه، اش كتخرجوا تنبحوا؟ ديو الفرقه الوطنيه وهني وهني وراسكم صافي. نتوما باغيين طيحوا الزروالي باي وجه كان، ولكن ما عمره ما غادي يطيح، غير ارتاحوا حيت مرضي وداير الخير في عباد الله. وتحيه كبيره لكم المشاهدين، كنشكركم على المشاهده، شكرا لكم بزاف بزاف. ما تنساونيش في لي لايك، لي لايك الخوت، راه قلت لكم القناه عندي عامله بالسينيالات، لي لايك الله يسهل عليكم، وبسلامه عليكم، وميعادنا غدا.